هل ممكن حسم معركة الإرهاب دون دخول سلاح الثقافة؟ أنا بقول بكل يقين لا. أنت تستطيع أن تحارب الإرهابيين وتنتصري عليهم، لكن هيفرخ لك بكرة وبعده والسنة الجاية والسنة اللي بعدها عشرات الإرهابيين الآخرين، لأنك ما موتيش الفكرة، لم تواجهها ثقافيا. فخلق جيل بس متذوق للفنون يضمن لك أنه ما يطلعش منه واحد إرهابي. خلق جيل كمان متذوق للفنون وقيم الاستنارة استطعت أن تصدريها له من التربية في المدارس والتعليم إلى العادات اللي ممكن هو يتبعها، اللي بنعلمها له انه يروح سينما، يروح اوبرا، يروح يشوف باليه، يحضر اوركسترا سيمفوني، يعني اي منتج ثقافي لو اتعود عليه هذا الجيل، وفي ذات الوقت استطعتي ان تركزي في قيم الاستنارة ان انت تنشريها في المجتمع، انت كده بتضمني مستقبل بلا ارهاب وبلا تطرف وبلا غباء وبلا عنف. فللأسف ده اللي بيحصل على الأرض، ده نتاج هذه الأنظمة المستبدة التي حكمت البلاد العربية فترات طويلة. يعني لا تستطيع أن تفصلي ظاهرة الإرهاب عن ظاهرة الفقر والاستبداد. صحيح في أسباب أخرى زي القوى الدولية اللي بتتآمر، زي التفسيرات الفقهية المتطرفة، كل دي أسباب، ولكن في أسباب لابد أن احنا نحط إيدينا عليهم تتعلق بالثقافة بشكلها.